تستمر جامعات المناطق المحررة بأخذ دورها الريادي في المجتمع، ما يجعل منها مقصد الأهالي ليس فقط لنيل العلم والدراسة، إنما للحصول على الخدمات التي تقدمها العديد من الجامعات بشكل مجاني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الناس في المحرر ونتائج عمليات النزوح المتتالية عليهم. جامعة ماري الخاصة، وعلى غرار ما فعلت جامعة إدلب ومشفاها الجامعي، تحاول التخفيف عن الأهالي بطريقتها. طبعا جامعة ماري متخصصة بشكل أساسي في طب الأسنان، لدينا عيادات سنية تحتوي على 60 كرسي أسنان. هذه العيادات تقدم نوعين من الخدمات. النوع الأول هو تدريب لطلابنا في المناطق المحررة، بحيث نخرج طبيب أسنان كفئ قادر على مواكبة سوق العمل وتقديم خدمات لأهلنا في المناطق المحررة. النوع الآخر من الخدمات هو تقديم خدمات مجانية لأهلنا في المناطق المحررة، حيث لدينا مراجعين من المرضى عددهم حوالي بالمتوسط حوالي 200 حالة مرضية يوميا، وبمجموع كله حوالي 3600 حالة أو 3800 حالة خلال الفصل الأول. تقدم الجامعة جميع المعالجات السنية والتي تتضمن القلع والتعويضات الثابتة والمتحركة وسحب العصب وتركيب الجسور والمعالجات اللثوية والحشوات التجميلية بشكل مجاني بالكامل، الأمر الذي يريح الناس من تكاليف المعالجة في العيادات الخاصة، كما يؤمن التدريبات العملية لطلاب الجامعة، الأمر الذي يجعل منهم أطباء مبدعين بعد تخرجهم. هناك فائدتان، المرضى يستفيدون من الناحية المادية والعلاج، كالطالب أنا أستفيد من الناحية المهارية، فأزدادوا مهارات، وذلك بفضل مدرسين المتميزين الذين يقدمون لنا أفضل معلومات وما عندهم من إمكانيات، فيحصل الطالب على الفائدة والمريض كذلك. عندي الطفل يوسف درسوا عم يجعوا، أمنا جينا نعالجه هوني بالجامعة، وفرت علي كثير. يعني الدرس بدي أحفره الواحد برا في بيكلف كثير، يعني هلا هوني ما في مجاني، يعني الحمد لله وفرت علي كل شيء، الله يجزيهم الخير. شكلت جامعات المحرر عامة كانت أو خاصة نقلة نوعية في التعليم في المناطق المحررة، وقدمت دمجا فريدا بين التعليم النظري والجانب العملي للعلم، الأمر الذي يجعل من الجامعات صروحا علمية حقيقية تحمل هم الناس من حولها وتحاول التخفيف عنهم ما استطاعت.